هلا هذه البارت بي نعمل نفس الانيكوالي نفس الاكسبريشن بس نغير هاي الانيكواليتي. هون نفس الاكسبريشن بس مغير هاو. كرمال هيك مش ضروري ارجع اروح اجيب دلتا والروتس. الروتس الاول وحده ماينس 4 و1، والروتس الثاني وحده ماينس 7 و3. فالساين تيبل زيته ما بيتغير شيء، يعني هون رجعت كتبته بس لنشوفه، بس نحن كاتبينه بالبارت اللي قبله. هلا نحن هون طالبين باول انيكواليتي اصغر من زيرو، يعني لازم اروح على الساين تيبل تبع الاي 1 وياخذ بس الماينس، معناته هون انتبهوا حط اكستها على الماينس 4 وال1، يعني لفهمكم انه ما بدي لا الماينس 4 ولا ال1، بس بدي الارقام اللي بين الماينس 4 وال1، فالسوليوشن بتطلع ماينس 4 1 اوبند على الملتين. بالنسبه للاس 2 هي ذاتها تبع اول بارت لانه ما غيرتها، بقت اكبر من صفر، فهي الاس 2 كانت طالعه معنا بين الماينس 7 وال3، يعني بالساين تيبل امتى بتكون اكبر من صفر يعني بلس، بين الناقص 3 مع 7 وال3. وبنيجي بنحط الانترسكشن اس ايكوال هيس الاس هي البديه سوليوشن عندنا للسيستم، يعني للاثنين سوا مش بس لاول وحده وللثاني. الاس 1 لاول وحده، الاس 2 للثاني، اذا جبت الانترسكشن يعني قصدي الكومن بين اس 1 واس 2 هي بتكون للسيستم كله سوا، يعني هي كل الارقام اللي بتكون فيريفايز اول انيكواليتي وثاني انيكواليتي بنفس الوقت. فهون بيجي بحطه على الاكس اكسس، الاكس اكسس هو بين الماينس انفينيتي والبلس انفينيتي، هون لازم يكون في بلس انفينيتي انا نسيت نحطها. هون بحط الارقام اللي طالعه معي كلهم بالتسلسل تبع الاس 1 والاس 2، عندي ماينس 7 وماينس 4 و1 و3. نرجع عند الاس 1، انتبهوا الاس 1 هي بين الماينس 4 وال1، لكن هي بين الماينس 4 وال1 ومفتوحه، فبنزل على الماينس 4 وعلى الوان خطوط منقطة، هون منقطة وهون منقطة، والسوليوشن بتكون هون، بعمل الخط بوصله من هون لهون. بالنسبة للاس 2 هي بين ماينس 7 وال 3 وكمان مفتوحة على الماينس 7 وال 3، يعني البراك تعطي ظهره لإلها، فبنزل من الماينس 7 خط منقط وبعمل خط هيك لعند ال 3 كمان خط منقط من ال 3. فبتكون بتطلع هلا وين في عندي خطين فوق بعضهم بس هون، يعني السوليوشن هي الانترسكشن بيناتهم بين الناقص 4 وال1، بكون عندي خطين فوق بعضهم، قلنا على طول بنطلع وين في عندي خطين فوق بعضهم، فالسوليوشن بتكون بين ناقص 4 وال1، بما انه منقطه هون ومنقطه هون معناتها على ناقص 4 وال1 بتكون مفتوحه. نفس الشيء بالنسبه للسي، غيرت بالانيكواليتي اول وحده تركتها مثل هاي، هاي كانت اصغر وهي اكبر، هون هاي تركتها اصغر يعني نفس السوليوشن اس 1 بين الماينس 1 وال4 بتدلها، هاي حطيتها اصغر او بيساوي زيرو، فاخذت الاي 2 جبت لكم الساين تيبل حطيته هون، احنا حاطينه بالصفحه الاولانيه او بالفيديو الاولاني، هي الساين تيبل هو هون بده اياها اصغر او بتساوي زيرو، فبروح محل ما هي ماينس وبتساوي صفر، فهون محل ماينس بتكون ماينس قبل الماينس 7 وبتساوي صفر على الماينس 7 اللي بدي اياها الماينس 7، وبتكون ماينس بعد الثلاثه وبتكون كمان زيرو على الثلاثه، معناتها السوليوشن هي بين الماينس انفينيتي وماينس 7 مسكره وبين 3 مسكره والبلس انفينيتي. هذا بيكون السوليوشن. هلا بنرجع هون بنحطهم على الاكس اكسس، نعمل وحده للاس 1 وحده للاس 2 لنشوف الكومن بيناتهم. بالنسبه للاس 1 هي بين الماينس 4 وال1، منقطه على الماينس 4 وعلى ال1 لانه ما بدي اياها ايكوال، لانه هون منا مسكره كانت بالانترفال، لاحظوا مفتوحه بالانترفال بحطها منقطه، بينما بالنسبه للاس 2 مسكره على ماينس 7 وعلى 3 بنزل خط متواصل. بس انا انتبهوا السوليوشن بالاس 2 هي كل الاصغر من ماينس 7، فبنزل من عند الماينس 7 وبروح عمالة الشمال يعني صوب الماينس انفينيتي، كاني عم بقول انه السوليوشن بين الماينس انفينيتي والماينس 7، ثاني وحده ثاني انترفال بين 3 والبلس انفينيتي، فبروح لهونيك بين 3 والبلس انفينيتي، بنزل من 3 خط متواصل وبروح عمالة اليمين، يعني قصدي انه من 3 لعند البلس انفينيتي السوليوشن. هلا بكون حطيت الاس 1 والاس 2، هلا بتطلع وين في خطين فوق بعضهم، بلاقي ما عندي ولا محل خطين فوق بعضهم، متى ما في سوليوشن كرمال هيك بحط الاس ايكوال اس 1 انتر اس 2 ايكوال فويد سيت، فويد سيت يعني مجموعه فارغه ما في عندي سوليوشن. هاي شو بتعني؟ بتعني انه مستحيل نلاقي اي فاليو للاكس نحطه فوق يطلع تطلع جواب نيجاتيف، ونفس الفاليو نحطه تحت كمان يطلع جواب نيجاتيف، يعني ولا فاليو بكون فيريفايز بكون فيريفاي هالايكويشن هالانيكواليتي وهالانيكواليتي بنفس الوقت. يعطيكم الف عافيه.